لا شك إنه ما أنجزت حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة هو شيء يعني سيدرس في المعاهد العسكرية، أن تنشئ كل هذه البنى العسكرية تحت الأرض، هذا إنجاز مذهل ومطلوب ويشاد به. لكن هذا لا تخاض عليه معارك مصرية، لأنه من الناحية العسكرية لا يمكن أنت أن تقاتل، يعني أن تنجز أشياء هجومية وأنت تحت الأرض، خاصة إذا كانت جماهير شعبك مستهدفة، وهذا يتعارض مع المهم الأساس للقوى المسلحة لقوى التحرر كما هي لأي جيش يدافع عن أمته وشعبه، وهي الدفاع عن الشعب. وبطبيعة الحال الشعب هو حاضنة المقاومة، لكن هذا لا يعني أنه القتال يكون بالشعب. وأنا أرى أنه ليس هناك من مخرج الآن إلا بانضواء حماس في منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج عمل وطني عليه إجماع وطني، وهذا من جهة يحمي مشروعية المقاومة المسلحة بانضوائها في منظمة التحرير من جهة، ويحمي أيضا القيادات الفلسطينية الرسمية فيما يسمى السلطة الوطنية من الابتزاز السياسي والإعلامي بدعاوى الإصلاح تارة والمقاومة الفساد تارة أخرى. أستاذ سعيد خالد الحسن، مرحبا بك في موقع اليوم 24 في هذا الحوار الذي نجري حول تطورات الوضع في فلسطين بعد 7 أكتوبر. بداية لو تقدم نفسك للمتابعين في موقع اليوم 24. أنا سعيد خالد الحسن، من أسرة فلسطينية من حيفا، ولدت في لبنان، والدتي لبنانية، جدي الشيخ حسين محي الدين الحبال. أنا أكاديمي، أستاذ في العلوم السياسية وأستاذ كرسي الحضارة الإسلامية في جامعة محمد الخامس، مهتم بالعمل العام، واهتمامي بالعمل العام الحقيقة قادني للعمل النقابي مع الأستاذ جمال البنا رحمه الله. وأنا أشغل مهام الأمين العام للاتحاد الإسلامي لدول العمل، وهو منظمة نقابية دولية مقرها في كوالالمبور. وأنا مع مجموعة من الإخوة على امتداد إقليمنا العربي ووطننا الإسلامي أسست المؤتمر العام لأنشطة القدس، وأشغل أنا الآن مهام الأمين العام في هذه المنظمة اللي اسمها المؤتمر العام لنشطة القدس، واللي انبثقت عنها الآن بعد أحداث 7 أكتوبر حركة معنا القدس. طبعا أنتم أيضا ابن المرحوم الراحل خالد الحسن رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. بداية السؤال الذي يطرح وسط الرأي العام العربي وأيضا الفلسطيني حول وضع القضية الفلسطينية بعد 7 أكتوبر والتداعيات التي وقعت سواء على الداخل أو في محيط فلسطين أو ما يسمى بدول الطوق والدول العربية المحيطة. أحداث 7 أكتوبر الحقيقة جاءت كتعبير عن الأزمة التي تعيشها وقضية فلسطين في الوقت الحاضر. كان هناك اختناقات في العمل الفلسطيني، وأذكر أن سابقا كنا معا عندما قلت يعني قبل أحداث 7 أكتوبر الفترة أن هناك انفجارات قادمة على المسرح الساحة الفلسطينية. والحقيقة أنا لم أكن أتوقع أن الانفجار سيكون مصدر غزة. أنا كنت أتوقع أن تكون مصدر فلسطين الانتفاضة في الضفة،
طبعا قطاع غزة هو جزء من فلسطين، ما نسميه فلسطين الانتفاضة أو من فلسطين الصمود، وهي التي أتعارف عليها بأنها فلسطين 1948. لكن حدث ما حدث، الأزمة التي كانت تعيشها الساحة الفلسطينية، يعني الانفجار الذي تحدث عنه هو على شكل انتفاضة وليس عملية عسكرية التي وقعت في 7 أكتوبر، هذا ما تقصد؟ أنا كنت أتصور أيضا نوع من الانفجارات اللي من الصعب أنك تعزلها عن العمل المسلح، لكن ليس بالضرورة أن تكون في جوهرها عملا مسلح. الانتفاضة الفلسطينية التي للأسف وظفت لتنتج لنا أوسلو، وهو في رأيي كان توظيف خاطئ بدرجة كبيرة يعني، وعلى العموم هذا لم يكن شيئا يعني استثنائيا أو نشاذا في العمل السياسي العربي، لأنه قبلها كان لدينا كامب ديفيد، وهي أيضا توظيف أنا في رأيي كان يمكن يكون أفضل لنتائج حرب رمضان 1973 المجيدة. الأزمة التي كانت تعيشها قضية فلسطين أنه اتفاق أوسلو أو اتفاقيات أوسلو كانت مبنية على أساس اتفاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أو الإسرائيلية، ولم تكن هذه الاتفاقات مبنية في الأساس وفي الجوهر على مبادئ الشرعية الدولية التي منها قرار التقسيم، التي منها انسحاب الدولة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 1967، يعني تلك القرارات وبما فيها قرار 338 بعد حرب رمضان، كل هذه الأمور. وأوسلو كانت مقامرة لأنها كانت مبنية بشكل أساسي أو فاصل على النوايا الطرف الصهيوني، وشاءت الأمور أن الطرف الذي وقع واللي هو إسحاق رابين في الأساس، وهو يعتبر من آخر الزعامات التاريخية للمشروع الصهيوني في فلسطين، قتل لأنه وافق على أوسلو، وكان ممكن يكون ضمانة، وهو وقع ليس لأنه كان صهيونيا أقل من الآخرين في رأيي، إنما هو وقع لأن كان يدرك أن الكيان الصهيوني بحاجة إلى نوع من التوافق مع قوى التحرر الفلسطينية ليضمن بقاء أطول على الأرض الفلسطينية. لأنني لا أشك أنه القوى الصهيونية العاقلة التي لا تنطلق من أفكار أسطورية، وهذا ينطبق على القادة التاريخيين للمشروع الصهيوني، لأنهم في جملتهم قادة لم ينطلقوا من عنائق من قناعات دينية، إنما من ثقافات الجماعات اليهودية التي ترى أن هناك قدسية حالة بما يسمونه الشعب اليهودي، ونحن نسميها الجماعات اليهودية، ويرون أن لهم تاريخ مقدس، ويرون في فلسطين شيء مقدس، والمشروع الصهيوني كان مبني على هذه القناعات اللي يمكن نسميها قناعات أنثروبولوجية إنسانوية، وليست يعني قناعات عقائدية، لا من الناحية الأيديولوجية ولا من الناحية الفكرية. من ناحية حدث كبير ومصري و7 أكتوبر، هل أنت متفائل أم متشائم بخصوص وضع القضية الفلسطينية بعد هذا الحدث الكبير؟ نعم، هذا سؤال مهم، لكن اسمح لي قبل أن أجيب عليه، لعلني أنا استطردت في الحديث ورأيت لهذا أن تستدرك هذه الإطالة. هذه الوضعية التي سمحت بإقامة اتفاقية أوسلو أجهضها الفريق الذي يتعامل مع الظاهرة اليهودية على أنها ظاهرة أسطورية من قناعات توراتية محضة. هذا جعل المشروع أوسلو كله غير قابل للتطبيق، وهذا مصير ينتظر أي مقامرة سياسية بغض النظر عن النوايا التي تكون وراءها. وأنا شخصيا أرى من الخطيئة قيادة العمل السياسي بمنطق المقامرة، وهذا انعكس هذا الوضع
طبعا إسرائيليا انعكس في كثير في حد أكبر من التطرف، لأنه هذا المشروع الصهيوني في أساسه مشروع علماني قادوا ملاحدة يهود بديباجات دينية. هذا المسار قاد في نهاية الأمر إلى أن هذه الديباجات اليهودية بدأت هي تقود المشروع، وأصبح المشروع الصهيوني يتوارى شيئا فشيئا، ليصبح المشروع الصهيوني في مكوناته وفي قياداته وفي ديباجاته قائم على مقولات وتصورات ومواقف توراتية إلى درجة كبيرة. وطبعا نحن نعرف ما حل بالتوراة في كثير من التحريف، ونحن نعرف أن لا نعرف اللغة التي كتب فيها التوراة، يعني هذا مجال اختلاف بين المتخصصين. هذه الوضعية أنتجت تأزم في الوضع الفلسطيني وانسداد، لأنه موازين القوى ليست في صالح الطرف الفلسطيني، والراعي الأساس لأوسلو طبعا القابلة التي ولدت المشروع هم النرويجيين، لكن الراعي الحقيقي للمشروع الصهيوني والقوة الأساسية المحركة للمشروع الصهيوني هي القوة الاستعمارية الأولى دائما على المسرح الدولي، والآن هذه القوة بعد أن كانت بريطانيا هي الولايات المتحدة. فنحن نواجه الولايات المتحدة ونحن نواجه هذا المشروع ونواجه الولايات المتحدة بقناعة عام يعني أساس يعني شائعة أو سائدة بأنه هذا هو الوسيط وهذا هو الحكم. فكان لابد أن نصل إلى هذا الاختناق الذي وصلنا إليه الآن. هذا الاختناق انعكس في موقفين مختلفين: موقف قيادة السلطة الفلسطينية والتي هي تدرك أنه مشروعها يعني الآن أمام حائط مسدود، ولكن تحاول بقدر ما تستطيع أن تحقق مكاسب جزئية كالاعتراف بمنظمة التحرير أو بدولة فلسطين كعضو مراقب، ثم فيما بعد ليكون عضو دائم إلى آخره، والدخول في المحكمة الجنائية الدولية وفي المنظمات الدولية، وتحقق نتائج مهمة يعني معقولة، لكن في نفس في ذات الوقت الذي يتصاعد فيه السلطان والعدوانية الصهيونية من المستوطنين ومن مؤسسات الدولة الصهيونية من جهة، والمقاومة المسلحة من جهة أخرى اللي أصبحت تقوم يعني تمسك بمقاليد الأمور في غزة بعد أن تهيأ لها أن تقود الحكومة الفلسطينية من خلال اتفاقيات أوسلو، لكن رأت فيما بعد أن تمسك في الأمور بيدها وقادت هذا الأمور موضوع حركة حماس، فصار أصبح عندنا وضع فلسطيني في استقطاب شديد، يعني ثنائية السلطة وأصبح في هناك شيطنة للسلطة الفلسطينية واتهامها بالتنسيق الأمني، وهذا اتهام صحيح، لكن الكل كان يمارس بشكل أو بآخر التنسيق الأمني، ولم تكن المقاومة المسلحة بمعزل عن هذا بطبيعة الحال. إذا عدنا إلى الحدث نعم. يعني كيف تقرأ تداعياته على الشأن الفلسطيني وعلى الدول العربية؟ هو أولا الحدث بحد ذاته أبرز قضايا متعددة على الصعيد الفلسطيني والعربي والإسلامي، أظهر أن قضية فلسطين ما زالت هي القضية المركزية، وأظهرت أنه لا يمكن تجاهل الشعب الفلسطيني وتطلعات شعبنا العربي في كل مكان وليس في فلسطين فقط إلى أن تتحرر فلسطين وتتحرر من النهر إلى البحر. هذا أصبح قضية واضحة، وتجاوب الجماهير العارم مع الحدث كان أكثر من أن يستطيع أحد أن ينكره. هذه التحرير من البحر يعني نهر ويبدو يعني غير واقعي الآن، يعني هو يعني كيف يعني من البحر إلى البحر حاليا في ظل هذه الأوضاع؟ هو أنا في رأيي ليس هناك شيء واقعي أكثر من هذا، يعني أنا لا أتحدث عن هذا الشعار وتحقيقه خلال الخمس دقائق التالية ولا خلال الخمس أيام أو الخمس سنوات القادمة، لكن يعني أنا أتصور أنك أنت إن شاء الله ربنا يمد في عمرك
وأن تشهد هذا الواقع وقد أصبح واقعا ماثلا أمامنا. ولأنه المؤسسة الصهيونية استنفدت عمرها الافتراضي، استنفدت عمرها الافتراضي لأن هناك أصبح في صدام الآن مع القوى التي بنت الدولة والقوى التي تريد أن تحول المؤسسة الصهيونية إلى مؤسسة تقوم على القناعات التوراتية، اللي هي قناعات يعني مستمدة من عصر ما قبل العصر الجاهلي، يعني العصر ما قبل جاهلية الجاهلية. إذا هذا الحدث هل في رأيك هو 7 أكتوبر هل تنظر إليه من زاوية متفائلة أم متشائمة؟ هو الحقيقة في جانب يدعو للتفاؤل وفي جانب آخر لا يدعو للتفاؤل. كيف؟ لأني أنا كنت أريد أن أقول لك إنه 7 أكتوبر هو نوع من الانفجار اللي فيه شيء من المقامرة. هذا 7 أكتوبر أظهر عمق العقيدة القتالية لأمتنا العربية المستمدة من عقيدتها الإسلامية وقناعاتها التراثية، فكان الأداء العسكري أكثر من مبهر وكان أكثر من موفق من الناحية التقنية. لكن أنا شخصيا أرى أن هذا القرار، قرار 7 أكتوبر، فيه أيضا طابع المقامرة الذي أيضا وسم قرار أوسلو بس بشكل آخر مختلف تماما، لأن المقاومة المسلحة هو حق مشروع وهو واجب، ومن لم يجاهد ولم يحدث نفسه في الجهاد مات على شعبة من النراق أو شيء من هذا، يعني على نراق سكوت مصر الحديث بالتحديد. فنحن يعني نؤمن بهذا ونعرف أنه القوة شيء أساسي في استرجاع ما أخذ بالقوة، وندرك أنه من حقنا وهو ما يكفله أيضا القانون الدولي أن نقاتل بكل الوسائل المشروعة وبما فيها العمل المسلح، هذا الشيء لا شك فيه. لكن المقاومة المسلحة لأي حركة تحرر كما هو الجيش لأي أمة من الأمم واجب الأساسي هو الدفاع عن الشعب. لا شك أنه ما أنجزت حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة هو شيء يعني سيدرس في المعاهد العسكرية، أن تنشئ كل هذه البنى العسكرية تحت الأرض، هذا إنجاز مذهل ومطلوب ويشاد به. لكن هذا لا تخاض عليه معارك مصرية، لأنه من الناحية العسكرية لا يمكن أنت أن تقاتل، يعني أن تنجز أشياء هجومية وأنت تحت الأرض، خاصة إذا كانت جماهير شعبك مستهدفة، وهذا يتعارض مع المهم الأساس للقوى المسلحة لقوى التحرر كما هي لأي جيش يدافع عن أمته وشعبه، وهي الدفاع عن الشعب. وبطبيعة الحال الشعب هو حاضنة المقاومة، لكن هذا لا يعني أنه القتال يكون بالشعب. هل تعتبر أن حماس تقاتل بالشعب؟ من الناحية العملية الآن الشعب أعزل ويتلقى الضربات، وأنت ليس أمامك أن تفعل شيء لتواجه عدوك، فهذا أنا أرى غير مقبول لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية. وحتى نحن وحركة المقاومة باعتبارها حركة إسلامية، نحن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالقتال وهو في مكة، بالعكس كان هناك في أكثر من هجرة للصحابة إلى، طبعا يعني يمكن أن ندعو للهجرة نحن في طبيعة الحال، لكن لم يبدأ القتال إلا لما كان هناك قاعدة آمنة للمسلمين في المدينة المنورة، وحينئذ ونزل الإذن بالقتال من السماء، أذن للذين آمنوا بأنهم ظلموا. فكان حتى عملية القتال كان إلها اعتباراتها، وفي العمل العسكري المفروض يكون أقل قدر من الخسائر ليس فقط في الشعب إنما حتى في القوات المسلحة. هذا يظهر
درجة الاحتقان اللي موجودة لدى شعبنا ولدى قياداته. والمطلوب أن يكون قياداتنا أكثر قدرة على التعامل بأفق استراتيجي مع التحديات القائمة. الآن هناك الوضع القائم الآن، يعني نحن قلنا على المستوى العربي ما هي النتائج. في أول شهر شهرين كانت العمل الفلسطيني كان مدام أنه هو عمل إرهابي، إلى أن تكشف الإجرام الصهيوني والعدوانية الهمجية المصابة بالهلع، لأنها ترى أنه ساعة يعني ساعة الحقيقة قد دنت، وهي معاني فيها يعني تفكك المشروع الصهيوني وانتهاءه. وأنا لا أعني بهذا أنه سينتهي نتيجة أحداث غزة. أنا شخصياً لو كنت أرى أنه أحداث غزة ممكن أن تحرر فلسطين ما كنت أخذ هذا القرار، مع إيماني الشديد بالعمل المسلح ومع إدانتي الكاملة لاتفاقيات أوسلو. لكن العمل المسلح له توقيته وله ظروفه وله شروطه، وأنا لا أتحدث الآن عن الشروط والاعتبارات التقنية، لأنه أنا لست يعني لا أتحدث كعسكري، إنما بالمنطق السياسي. المنطق العمل السياسي هو الذي يحكم عموميات ويضع الاستراتيجية للعمل العسكري. وفي إحنا الآن عندنا وضع يعني يمكن نتعرض له لاحقا. طيب ما هو الآن هذه العملية التي تمت التي لازالت تدعيتها إلى اليوم، ما الذي تحقق فلسطينيا؟ هل كانت هذه الاستراتيجية، هل هذه العملية حققت أهدافا استراتيجية؟ أنا هو حققت أهداف استراتيجية، لكن لم تحقق أهداف الاستراتيجية. اللي بهمني أن أقوله أنه أحد أهم الأشياء الاستراتيجية التي تحققت هي كشف زيف السردية الصهيونية، وهذا الذي كشفها الهمجية التي انفلتت من عقال العقل والتبصر والتدبير من صانع القرار وصانع السياسة الصهيونية. هذه الهمجية وهذه الوحشية أظهرت للعالم أن السردية الفلسطينية حقيقية، لأنه ما جرى بعد 7 أكتوبر هو صورة مكررة، ولو إنها في نطاق زمني قد يكون من ناحية أوسع ومن ناحية أدق، لما تعرض له شعبنا العربي في فلسطين في نكبة 48. وكان الإعلام المرئي، وهنا لابد أن نرفع بشكل خاص يعني القبعة والتحية لأبنائنا وأخواننا من الإعلاميين العرب في غزة وفي خارج غزة، الذين استطاعوا إلى جانب زملائهم أيضا من رجال الإعلام الأحرار على في الساحة الدولية، أن يكشفوا لحظة بلحظة وساعة بساعة صور الإجرام الصهيوني وما يلحقه بأهلنا العزل في قطاع غزة. هذا شيء، هدف تحقق، لكن هذا الهدف لم يكن هو من الأهداف التي طرحتها اللي طرحها يعني قادة 7 أكتوبر. قادة 7 أكتوبر كانت تتحدث عن تبييض السجون، وأنا لا أرى أن تبييض السجون يعني تبييض سجون من 5000 ممكن أن يكون ثمنه هو 5000 من الشهداء، فما بالك ب50,000 من الشهداء ولا 500 من الشهداء. يعني هذا، أنا أعلم أنه الحرب تخرج من كثير من الحسابات، لكن في أي مواجهة بيننا وبين العدو الصهيوني لم يكن يلقي أي اعتبار لكم الخسائر من طرفنا، وفي كل المواجهات السابقة كان يسقط آلاف الشهداء. لكن كما قلت، حالة الاحتقان اللي كانت موجودة لدى صانع القرار الفلسطيني خاصة في غزة ولدت هذا. وصحيح على المستوى العربي، نعم، كيف كانت التداعيات على المستوى النظام العربي؟
وخاصة نتحدث عن الأردن ومصر والدول العربية كلها. يعني أولا واضح كان من أغراض هذا من يعني كان العدو الصهيوني ودولة الإحلال تنتظر أي ظرف تبرر لها مخططاتها في الإبادة وفي التصفية وفي التهجير لقطاع غزة وأيضا في سائر أنحاء فلسطين بما فيها ليس فقط بقية فلسطين الانتفاضة في قطاع غزة إنما أيضا في فلسطين الصهيونية المحتلة عام 48 هم يخططون لهذا وهذا في اعتبارهم وهذا في اعتبارهم. هذه الأمور إذا تحققت لها تداعيات سلبية وقد تكون يعني قاتلة بالنسبة للنظام في الأردن وأيضا تداعيات تستدرج مصر مرة أخرى إلى مستنقع أرادت أن تخرج به عبر اتفاقيات كامب ديفيد بتهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة وتصبح مرة أخرى عبء التعامل مع تداعيات النكبة الفلسطينية التي هي أصبحت كرة ثلج أكبر من كرة 48 ملقاة على عاتق يعني ردود فعل العربية ما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء أو إلى الأردن أو حتى المقترحات المتعلقة بتدبير قطاع غزة بعد الحرب يعني كيف تنظر إلى هذه المواقف؟ كما قلت أولا هذا كان يشكل خطر وبالتالي ظهر موقف عربي يحاول أنه يستوعب ويمتص ويفكك عناصر الموقف الصهيوني الهادف إلى التهجير أو إلى التهجير في الخارج وهذا نجح لكن كان ثمنه عشرات الآلاف من الشهداء ومن المصابين ومن المعاناة التي لا تتوقف هذا من جهة لكن أيضا هذا ماذا أنتج؟ يعني هناك قضيتين من ناحية أنتج حالة من الهلع لدى النظام العربي لأنه أظهر أن هذا النظام عاجز عن مواجهة هذه العربدة الصهيونية وأظن أنه واكب هذا مسايرة للقوى الدولية التي ترى في هذا العمل وفي هذا النوع من الأعمال التي موجهة ضد اعتداءات الاحتلال أن ترى فيها أنه تهديد للاستقرار المصطنع الذي يريدونه اللي هو ضروري لتحقيق مصالحهم الإقليمية والدولية بما فيها الصراع واشنطن مع بكين وما الحديث الذي في حديث كثير وبالتالي أصبح تصفية المقاومة المسلحة شيء لا يعارض في حقيقة الأمر أحد إلا باستثناءات قليلة جدا هاي نتيجة لكن أيضا هذا لم يصل إلى درجة يعني هذا كان تعبير عن العجز هناك شيء مهم حصل أيضا أولا السلطة الفلسطينية رسميا رفضت أن تقوم بأي دور في إدارة غزة ولو أنه هذا كان مرفوض وما زال مرفوض صهيونيا وإسرائيليا أن تقوم أي دور في غزة إلا بعد الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وأيضا الدول العربية في لقاءات تمت وتم الحديث عنها في المنامة بحضور أطراف عربية متعددة رفضت أن تشارك في إدارة قطاع غزة إلا بوجود السلطة الفلسطينية وبعد انسحاب قوات الاحتلال وباعتماد مسار غير قابل للتراجع عنه في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في فلسطين هذه معطيات ظهرت الآن طيب على مستوى الدول كانت دعوة في المحكمة الجنائية الدولية وكانت هناك دول يعني أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهناك أصبح هناك نقاش دولي ودعوات دولية إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية كيف تنظر إلى هذا هذا كل شيء مهم وهذا من الأهداف هذه مستهدفات
استراتيجية يعني تحققت بضربة يعني كما يقول رمية من غير رام، يعني هذه تحققت تلقائيا. وكان المسؤول عنها صحيح كان الصاعق فيها هو المقاومة، لكن تداعياتها الإيجابية عربيا وفلسطينيا لم تظهر إلى بعد أشهر نتيجة الصورة الإجرامية التي بدأت تتشكل للمؤسسة الصهيونية في فلسطين، ومنها ما تذكرت أنت في المحكمة الجنائية والمحكمة العدل الدولية وإلى آخره. لكن هذا بحد ذاته ليس هو ما هناك إرادة أمريكية في المنطقة، ما زالت الآن متمسكة بالكيان الصهيوني باعتباره مرتكز مهم لسيطرتها على المنطقة ولبعبع للمنطقة، يستخدم هو تارا، وأيضا الخطر الإيراني الفارسي يستخدم كبعبع آخر في المنطقة لترويض المنطقة ولشلها عن الحركة. على المستوى الفلسطيني يعني ما مطلوب فلسطينيا؟ هناك انقسام، هناك صراعات، هناك تبادل الاتهامات، كيف يمكن تجاوز هذا الوضع؟ يعني هناك حالة من التراشق الإعلامي ومن الشيطنة المتبادلة، والحقيقة يعني هذا الشيء، هذه ظاهرة سلبية جدا، وهذه كانت من السلبيات التي رافقت والتي وسمت العمل الفلسطيني المقاوم قبل نكبة 48، لدرجة أن كانت تتم كثير من الاغتيالات يقوم بها الصهاينة أو حتى البريطانيين، وكانت تلصق بجانب فلسطيني مرة وبالجانب الفلسطيني مرة أخرى. ويعني تم اغتيال نخبة من أبرز وأكفأ القيادات التي عرفها العمل الفلسطيني في ذلك الوقت. والآن هذا التراشق وهذا التبادل الاتهامات هي ظاهرة في رأيي سلبية، ويجب إدانتها من كل الأطراف التي تقوم بها، وهذا شيء غير مقبول على الإطلاق. والحقيقة أن المضي فيه يتيح لأي طرف فلسطيني أن يوجه اتهامات لا حدود لها من جنس الاتهامات التي توجه إليه من الطرف الآخر، هذا يجب أن يتوقف. وأنا أرى أنه ليس هناك من مخرج الآن إلا بانضواء حماس في منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج عمل وطني عليه إجماع وطني، وهذا من جهة يحمي مشروعية المقاومة المسلحة بانضواء في منظمة التحرير من جهة، ويحمي أيضا القيادات الفلسطينية الرسمية فيما يسمى السلطة الوطنية من الابتزاز السياسي والإعلامي بدعاوى الإصلاح تارة والمقاومة الفساد تارة أخرى. وهي هذا النقاش مطروح اليوم، هذا طبعا مطروح ومطروح من القطاع الأكبر في رأيي أنا، من قطاع شعبنا العربي في فلسطين وفي الأردن، وهناك محاولات جادة في هذا المجال، وهي تريد أن تنأى بنفسها عن أي صفة فصائلية. وكثير منها ممن كان لهم دور مشهود في العمل الفلسطيني خاصة في حركة فتح، فلا بد من هذا يتحقق، لأنه أيضا يحميها من الابتزاز، ذلك الابتزاز الذي عبره تم شلح عرفات وهو يمضي في قيادته ومقامرته لمشروع أوسلو، والتي انتهى في نهاية المطاف بمحاصرته في القطاع ثم اغتياله وتسميمه. طبعا على المستوى العربي ما المطروح على جدول الأعمال للقيام به من أجل مواجهة ما يقع من تطورات وتحديات في غزة ومستقبل ما بعد الحرب؟ أنا بتصور الآن نحن هذا الاختناق اللي موجود في العمل في الفعل العربي على المستوى الفلسطيني، الآن نرى شيء أيضا يوازيه على المستوى العربي. وأنا أرى أنه ما لم يتم التعامل بجدية مع هذا الموضوع من طرف النظام الإقليمي العربي، وهذا يقتضي بالأساس يعني انتفاضة سياسية في مواجهة السياسة الأمريكية في المنطقة. وأنا يعني على قناعة، وأنا لا أتحدث من معلومات، إنما أتحدث من تحليل، إنه مواقف كثير من الدول العربية وغير المعلن عنها حدت شيئا ما من الصلف والعربدة الصهيونيتين ومن
وأيضا يعني امتصت شيئا من الفجاجة الأمريكية في الدفاع وفي التواطؤ مع القيادة الإسرائيلية في فلسطين. ما لم تحصل هذه الانتفاضة في التفكير الاستراتيجي وفي أدوات العمل لتحقيقه، فهذا يعني أن هناك يعني نوع من يعني سيكون هناك تململ أشبه بالزلزال وبشكل خاص في الدول المهمة من دول الطوق. طيب في لبنان يعني الآن بدأت مواجهات يعني بين حزب الله وإسرائيل، هناك حرب يعني بموازاة ما يقع في غزة، كيف تنظر إلى هذه المواجهة والتحذيرات الأمريكية من فتح جبهة جديدة؟ هم يحذرون لأنهم لا يستطيعوا أن يشنوا الحرب الآن. أولا هذه الحرب أنا في قناعتي لن تشن قبل الانتخابات الأمريكية، وهذه الحرب إذا شنت فهي ستكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني، بداية النهاية يعني بداية المعركة الفاصلة في إنهاء المشروع الصهيوني، وهي معركة قد تستمر لعدة سنوات. يعني قد هناك من يقول هذه قد تكون مجرد يعني أحلام، يعني المشروع الصهيوني الإسرائيلي يعني ومدعوم من طرف الدول الغربية كلها. يعني ومن كان يتصور إنه سيقوم المشروع الصهيوني في فلسطين؟ من كان يتصور هذا ممكن أن يتحقق؟ ومن كان ممكن أن يتصور إنه الهند ستقسم إلى 3 دول؟ ومن كان يتصور يسقط حكم القيصرية في روسيا وسيقوم حكم آخر معناقد تماما يقوم عبره معسكر اشتراكي يستطيع لعقود أن يواجه ما يسمى بالمعسكر الرأسمالي؟ ومن كان يتصور أن الحقبة الإمبراطورية في الصين التي استمرت آلاف السنين ستسقط وستتوحد الصين وتتحرر من حكم 5 دول استعمارية؟ ومن كان يتصور أن ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية ستستعيدان وحدتها؟ ومن كان يتصور أن فيتنام ستستعيد وحدتها وستخرج الولايات المتحدة من فيتنام، تزور أجيال الخيبة من فيتنام، وأنها ستعيد الكرة وستخرج مجرد أجيال الخيبة من أفغانستان؟ من كان يعني يتخيل كل هذه الأمور؟ أصلاً القاعدة اللي موجودة في التاريخ وهي كانت واضحة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين هو أنه الحركة أنه المد الاستعماري في اليسار، والآن يعني ما تبقى من هذا المد الاستعماري هو تلك ذلك النموذج الاستعماري الاستيطاني الإحلالي في فلسطين، وكان هناك مشاريع مشابهة منها مشروع استيطاني هولندي يهودي في أمريكا اللاتينية وتم التخلص منه. من كان يتصور الجزائر بعد 130 سنة سيخرج منها الاستعمار الفرنسي وفي خلال شهور تكاد لا تجد أثر للوجود العسكري أو حتى الاستيطاني الفرنسي في الجزائر؟ طيب على المستوى من كان يتصور المسيرة الخضراء ونتائجها؟ طيب بالنسبة للتطورات على المستوى الدولي يعني نجد أن العالم يعني في السنوات الأخيرة عرف نوع من تقاطم الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الأمريكي الروسي، هل هذه التحولات يمكن أن تؤدي العالم إلى نوع من الثنائية القطبية التي تكون في صالح القضية الفلسطينية؟ أنا أتصور أن العالم متجه إلى تعددية الأقطاب، ومن مصلحة العالم الغربي الآن أن يعيد ترتيب أوراقه، لأن العالم الغربي إذا لم يجد صيغة للتصالح مع الكتلة الإسلامية ونواتها العربية فهو سيواجه مأزق على الصعيد الاستراتيجي. الكتلة الإسلامية وفي النواة منها النواة العربية نواتها العربية هي في تصوري على في المدى الاستراتيجي هي التي تستطيع أن تصنع التوازن بين أوروبا المتراجعة وبين الشقق الأقصى المتنامي، وأوروبا بحاجة إلى هذه الكتلة أكثر من حاجة أي جهة أخرى، والتحالفات تتقلب، ونحن نرى الآن كيف هناك صعود مثلا لدول لم تكن ذات شأن يعني إلا في حدودها في إطارها الإقليمي
ضيق كإيران كتركيا كغيرها شايف. والكتلة العربية يجب يعني أن لا يغيب عن ذهننا هو الحقيقة. أنت تسألني عن فلسطين، هو الحقيقة لا أرى أن المطلوب فقط أن تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر. المطلوب الآن، وهذا يجب أن يكون، أنت سألتني عن العمل الفلسطيني، يجب أن يكون على رأس أجندة العمل الفلسطيني، هو أن تكون فلسطين المحررة هي منطلق وأساس لاستعادة الإقليم العربي وحدته التي فقدها منذ انهيار الدولة العثمانية، لأنه نحن أمة واحدة وبالتالي وشعب واحد، وبالتالي ومدركاتنا واحدة وتطلعاتنا واحدة وإلى آخر هذا الكلام يعني. ولم نعرف نحن هذه الحالة التجزئة التي نعيشها في التي عشناها في العقود الأخيرة في تاريخنا، لم نعرف حالة تجزئة من هذا النوع. فيجب أن يكون تحرر فلسطين من النهر إلى البحر أو أي تحرر من أرض فلسطين هو أساس ومنطلق لوحدة المنطقة، أساسا فلسطين مع دول الطوق، ثم تتسع هذه الوحدة شيئا فشيئا. وهذا هو منطق التاريخ، عندما يستطيع يعني أكثر من خمس المعمورة أن يتحدوا في دولة واحدة. وكيف يمكن؟ فلما لا يكون؟ هذا مشروع كبير يعني، كيف يمكن تحقيقه؟ وكيف أصبحت الهند الصين دولة واحدة؟ كيف أنت يعني الصين كانت محتلة من خمسة دول، وكانت يعني ولم يكن لها المقدرات التي هي موجودة والولايات المتحدة هي 50 ولاية وموحدة، هي 50 ولاية لكن هي عناصر الوحدة أقل قليلا مما هي عناصر الوحدة في الإقليم العربي. نحن الآن لأنه يعني نحن يربط بيننا والدول الأوروبية أيضا وجدت قواسم مشتركة سياسية واقتصادية. نعم لكن الدول الأوروبية هي تريد صنع وحدة، صنع عناصر الوحدة، لكن نحن نريد أن نستعيد وحدة عناصرها موجودة منذ أن تكوننا أمة واحدة في ظل الإسلام قبل 1000 سنة، لأنه إحنا خلال القرون الأولى من الحضارة، من عهد التألق الحضارة الإسلامية، ظهر ما يمكن أن نسميه هذه الأمة المجتمعية اللي نسميها الآن هي الأمة العربية، وأحيانا نسميها الأمة العربية الإسلامية لأنه هي من صنع الإسلام. وهذه الأمة اللي هي النواة هي نواة كتلة إسلامية ضخمة، وهي لها عناصر تؤسس لسياسة قائمة على التضامن وعلى العمل المشترك. هذه كلها نقاط في غاية الأهمية، ونحن نعرف من منطق الجغرافيا ومنطق التاريخ كما نعرف من لسان خصومنا وأعدائنا أن المشروع الصهيوني قد زرع في المنطقة للحيلولة دون وحدة هذه المنطقة، وهذه ليست ووحدة المنطقة ليست بصدد أن تتحقق الآن. فعلى عبر القرون الثلاثة الأخيرة كان مشاريع وحدوية كثيرة في المنطقة وأجهضت، وهذا يحدث دائما، لا تتحقق المشاريع دفعة واحدة. كان هناك مشروع في أواخر القرن 18 محمد علي بيك الكبير الذي وحد مصر والشام، ثم محمد علي باشا الذي وحد مصر والحجاز والشام، وكاد يدخل الأستانة لولا تآمر القوى الاستعمارية كلها ضده، بما فيها فرنسا التي كانت تتحالف معه ضد القوى الاستعمارية الأخرى. ثم جاء مشروع عبد الناصر وضرب في 67. فأنا ما أقول الآن إنه هذه الحالة الآن النضالية، ويجب أن ننتبه إنه الآن الهوية الفلسطينية أصبحت هوية نضالية. يعني هذا الشعار طرحته الثورة الفلسطينية قبل 4 عقود أو أكثر، وطرحته كهوية نضالية لأبناء الأمة العربية، لكنه هو الآن أصبح شعار ليس مطروح فقط على المستوى العربي، إنما أصبح أيضا مطروح على المستوى الإسلامي وأيضا على المستوى الدولي، بما فيه، وهذا شيء يعني أنا أذهلني،
بما في قطاعات مهمة من الشباب الجامعي في البلد الأكثر مساندة وتبنيا للمشروع الصهيوني وعن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، عندما فوجئت بأنه حوالي أكثر من 20% من الشباب الآن اللي يواجه المشروع اللي يعني يدين السياسة الصهيونية ويرفع شعار فلسطين من النهر إلى البحر في رفض يعني مبدئي للفكرة والمشروع الصهيوني هو من الشباب اليهودي في أمريكا، في أمريكا نفسها. وأنا يعني صدفت وفد جامعي والتقيت ببعض هؤلاء الذين يتحدثوا هكذا، وليس فقط من جيل الشباب إنما أيضا من جيل الأساتذة اللي هم في العقد الثامن من عمرهم، وكانت مفاجأة رأيت فيها عيانا ما كنت أستمع إليه. طبعا هذه مجرد إرهاصات، لكن هذه كلها نذر. وعندما يضع عندما نضع يعني الأهداف الاستراتيجية فلا بد أن نأخذ هذا كله في الاعتبار، لأن الذي يصنع المستقبل في النهاية هو الأهداف، والذي يصنع التي نريد تحقيقها والتي يصنع الأهداف التي نريد تحقيقها هو الأمل. وبالأمل ننهي هذا. شكرا جزيلا.